مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 5 اليونت الخامس الدرس الخامس. عنوان الدرس 4 Countries بلدان 4 Part A الفقرة A أو الجزء الأول. بالسابق بالمنهج السابق كانت هذا الجزء اللي هو إنديا وعمان وجابان وفرنسا أربع بلدان بدرس واحد. بالمنهج الجديد قسموها نسووها قسمية، لأن يقول لك صعب أن الطالب يأخذ أربع بلدان بدرس واحد. قبل ما أبدي بقراءة القطعة أو المقطع اللي منطينيها، هذه القطعة قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري، قطعة مطلوبة. كل معلومات أو كل المعلومات اللي راح نستخرجها معلومات يجب حفظها. لازم نعرف حقائق كل بلد، كل بلد شنو يزرع، شنو ينتج، ايش قد هذا سكانه، ايش قد كبره، الى اخره. هذين الحقائق راح تجيني اسئله عنهم بالامتحان التحريري بالسؤال المخصص لقطع الكتاب. لذلك حاول تسجل وياي المعلومات اللي راح نطلعها، لانها معلومات مهمه جدا بالامتحان التحريري. شو يقول لي؟ يقول لي read about these countries، اقرا عن هذه البلدان. Do the exercise in your activity book، ثم قم بحل التمارين المتعلقة بهذه المقاطع في كتاب النشاط. بالبداية يقول لي إنديا، منطيني دولة الهند. شو يقول لي؟ يقول لي إنديا is a big country with a huge population. شوف راح أستخرج مجموعة ملاحظات، حاول تسجلون ويا هاي الملاحظات لأنها مهمة وراح تفيدك أثناء حلك للتمرين وأثناء لاجتك بالامتحان التحريري. أولاً هو أنه الهند big country، big معناها كبير، big country هو بلد كبير جدا. أول معلومة size، احفظ وياي معنى size، معناها الحجم. حجم الهند هو بلد كبير جدا. ولا تعداد السكان population، هاي هم الكلمة كلش مهمة حاول تحفظها. ال population التعداد السكاني huge. شنو معنى huge؟ معنى huge ضخم جدا، كبير جدا. إذا a huge population تعداد السكاني مالتها تعداد كبير جدا. About 1000 million people live there، حوالي 1000 مليون شخص يعيش هناك. 1000 مليون يعني ايش قد؟ يعني مليار نسمة. إذا المعلومة الثانية أو الثالثة من معلومات الهند، أولا it's a big country، إنه بلد كبير جدا، with a huge population بتعداد سكاني كبير جدا. ايش قد تعداد السكاني مالتهم؟ 1000 مليون، 1000 مليون، 1000 مليون يعني ايش قد؟ يعني مليار. Agriculture is important او is the most important part of the economy. هنا هاي الكلمة هم كذلك حاول تحفظها. ثالثا المعلومة الثالثة اللي راح نحفظها، ثالثا انه الagriculture الزراعة is the most important part of the country، هو أفضل أو أهم جزء من اقتصاد economy، معناها اقتصاد، من اقتصاد اليابان. شو يزرعون؟ الagriculture الزراعة مالتهم تتضمن شنو؟ people mainly farmers and they grow rice, tea, cotton. أولا رايس الرز، تي الشاي، cotton القطن. إذا المنتوجات اللي يزرعوها المزارعين في الهند أو عايشين، الاقتصاد عايش على شنو؟ رايس الرز، تي الشاي، كوتن القطن، وهكذا. And many other things، والكثير من الأشياء الأخرى. There is also quite a lot of industry. ركزوا على المعلومة الرابعة اللي راح نستخرجها، الاندستري. شنو معنى اندستري؟ معناها الصناعة. هسه عرفنا agriculture الزراعة، industry الصناعة. شنو الشيء اللي صنعوه بالهند او الصناعات اللي مشهوره بالهند؟ they make، هم يصنعون cars السيارات، باصز الحافلات، and clothes والملابس. اذا cars سيارات، باصز الحافلات، and clothes والملابس. اذا من الاشياء اللي صنعوها في الهند. لا خلينا نتوقف شويه. اولا من الممكن الاستاذ يسالني بداخل الصف how big is India، كم كبر الهند؟ تقول له India is a big country، الانديا او الهند بلد كبير. يقول لي what about the population، ماذا عن التعداد السكاني؟ او how many people live there، كم عدد الناس الذين يسكنون هناك؟
شو تقول له؟ تقول له it has a huge population. فيها تعداد سكاني ضخم جدا. شنو التعداد السكاني مالتهم؟ About 1,000 million people live there. حوالي 1,000,000,000 شخص يعيشون هناك. هذا اللي معلومتين. المعلومة الثالثة شو يقول لي؟ يقول لي what do they grow؟ حط لي هنا كلمة grow. وين كلمة grow؟ هاي grow. شنو معنى grow؟ يزرع. ماذا يزرعون؟ تقول له they grow rice, tea and cotton. يزرعون الشاي والرز والقطن. راح يقول لي what do they make؟ أما يقول لي what do they make؟ ماذا يصنعون؟ أو what do they produce؟ ماذا ينتجون؟ تقول لي they produce أو they make cars، السيارات، باصز، الحافلات and clothes والملابس. نرجع نكمل باقي الجملة. Visitors to India can do lots of things. السائحين اللي يجون للهند يمكنهم عمل الكثير من الأشياء. شنو الشغلات اللي ممكن يسووها؟ They can ride elephants. يقومون بركوب الفيلة. Look at wild animals. النظر إلى الحيوانات البرية. And climb mountains. ويتسلقون الجبال. إذن من الممكن كذلك الإنسان يسلك داخل الصف. What do visitors to India do or can do? ما الذي يمكن للزوار أو السواح اللي يجون للهند فعلا؟ أو بالمختصر المفيد، شنو الأشياء السياحية الموجودة المشهورة بالهند؟ أتقول له they can ride elephants، يستطيعون ركوب الفيلة. Look at wild animals، ينظرون للحيوانات البرية. Climb mountains، ويتسلقون الجبال. لحد الآن هاي المعلومات أو كل المعلومات اللي مطلوبة من الفقرة الأولى اللي هي فقرة الهند. حجم البلد احفظ وياي big country، بلد كبير. population قلنا شنو معنى population؟ التعداد السكاني. ايش قد تعداد السكاني؟ huge، ضخم جدا. about 1000 million people live there، حوالي 1,000,000,000 شخص يسكن هناك. agriculture الزراعة، ويا كلمة agriculture حاول تحفظ كلمة grow. grow معناها يزرع. ماذا يزرعون؟ رايس، تي، كوتن إلى آخره. والإندستري الصناعة، باكارز، باسز and clothes، السيارات والحافلات والملابس. الآن نجي على البلد الثاني. هو طبعا اسم الموضوع شنو؟ four countries، أربع بلدان. وهذا الدرس راح نأخذ اثنين، وبالدرس القادم راح نأخذ بعد اثنين. أمان. أولا عندنا دولة أمان. شنو يقول لي؟ يقول لي أمان is not very big. أمان ليست كبيرة جدا. إذن أول معلومة size. شنو size؟ الحجم. not very big، ليست كبيرة جدا. ثانيا it has a quite small population، وفيها small. شنو small؟ صغير. population، شنو population؟ تعداد سكاني. it has a quite small population، تعدادها السكاني صغير جدا. خلينا نسوي مقارنة. الهند بلد كبير وتعداده ضخم. عمان بلد ليس كبير وتعداده صغير. بعد وراها نكمل. شو يقول؟ The oil industry is important. صناعة النفط مهمة. إذن هنا الاندستري. شنو الاندستري قبل شوية حفظناها؟ إذا ما حفظت حاول تحفظ وياي. اندستري صناعة. شو يصنعون؟ oil النفط أو ينتجون النفط. oil industry is important. النفط أو صناعة النفط مهمة. But agriculture is more important. لكن الأجريكلتشر. أعيد أسألك مرة أخرى. شنو معنى agriculture؟ معناها زراعة. الأجريكلتشر is more important. أكثر أهمية من النفط. شي زرعون؟ Most people work as farmers or fishermen. معظم الناس هناك يشتغلون أما مزارعين أو سماكة أو صيادي سمك. The farmers grow. شنو grow؟ احفظوا وياي. grow معناها يزرع. They grow، يزرعون. Fruit and vegetables. إذن الزراعة مالتهم شنو؟ Fruit. شنو يعني fruit؟ فواكه. And vegetables. شنو يعني vegetables؟ معناها خضروات. إذن هم يزرعون الفواكه والخضروات. Visitors to Oman can buy jewelry and visit interesting old forts. نجيين واحدة واحدة. الزائرين أو السائحين اللي يروحون لعمان شنو يسوون أو شنو الفعاليات اللي ممكن يشوفوها هناك؟ يمكنهم شراء الجولري المجوهرات and visit interesting old forts، ويزورون الحصن القديمة. يعني عندهم أماكن أثرية. they can also go swimming، يمكنهم كذلك الذهاب للسباحة، sailing، إبحار، climbing والتسلق، تسلق الجبال.
لحد الآن كذلك عرفنا المعلومات المتعلقة بعمان. أجي أسألك How big is عمان؟ إيش قد حجم عمان؟ تقول لي It's not very big. ليست كبيرة جدا. What about the population? أو How many people live there? إيش قد عدد السكان مالتهم؟ تقول لي Small population. تعداد السكاني قليل. What do they grow? ماذا يزرعون؟ يزرعون شنو؟ Fruit and vegetables. الفواكه والخضروات. What do they produce? ماذا ينتجون أو ماذا يصنعون؟ تقول لي أويل النفط وهكذا. هذا من الأسئلة اللي إذا أسألك إياها يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي، وكذلك تجيك بالامتحان التحريري. إذن أستاذ أنت ما كتبت لنا، أنت معودنا إنه تكتبهن لنا، بس الآن راح نجيب كتاب النشاط هو مسوي إياهن على شكل جدول، على شكل معلومات أو حقائق. فتمرين رقم واحد تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. حاول تحفظ هذا الجدول والمعلومات مالته. شوف أنا قال لي الهندية هذن المعلومات الخاصة بالهند، وهذا الحقل خاص بعمان. أول شيء سايز، شنو معنى سايز؟ احفظ وياي. سايز معناها حجم. سايز of population، شنو population؟ تعداد سكاني. بعد grow، شنو grow؟ يزرع. ماذا يزرعون؟ produce أو make، يصنعون أو ينتجون. الإنتاج ماذا يصنعون أو ماذا ينتجون؟ ينتجون كذا وكذا. هسه راح نجي نتعرف عليها. فشوف هنا أنا يقول لي What is the size of Oman أو What is the size of India؟ ما هو حجم عمان؟ ما هو حجم الهند؟ What is the size of population of India؟ ما هو حجم التعداد السكاني of India للهند؟ ما هو التعداد السكاني لعمان؟ What do they grow؟ ماذا يزرعون in India في الهند؟ What do they grow in Oman؟ ماذا يزرعون في عمان؟ إذن عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. أستاذ هيك راح يصير علينا هواي. إذا حفظتهم كأسئلة وأجوبة طبعاً راح يصير عندك كل شيء هواي. لكن إذا حفظتهم كجدول الموضوع راح يصير أبسط عليك. يعني هسه عندنا الهند، نجيهن واحدة واحدة. من حيث حجم البلد، قلنا الهند big country، هو حجم، هو بلد كبير جداً أو كبير. عمان هو بلد not very big، ليس كبير جدا. نجي هنا على اليمن على البوبوليشن، التعداد السكاني. التعداد السكاني مال الهند شنو او ايش قد حجم التعداد السكاني مال الهند؟ قلنا هيوج. شنو هيوج؟ معناها ضخم جدا. اذا تريد تفصل اكثر بعد تقول 1000 مليون بيبل ليف ذير، حوالي 1000 مليون شخص يعيش هناك. لكن كلمه هيوج كلش كافيه بالجواب. عمان قلنا سمول population، تعداد سكاني صغير. اللي بعدها What do they grow؟ ماذا يزرعون؟ بالهند شي يزرعون؟ ثلاث شغلات: رايس، الرز، تي، الشاي. وش الثلاثة اللي يزرعوها بالهند؟ الكوتن. فأقول له كوتن. زين بعمان قلنا فروت، شنو فروت؟ فواكه. وفيجتابلز، شنو فيجتابلز؟ خضروات. إذن شوف إننا على شكل جدول أسهل، لكن إذا تحفظ هنا أسئلة وأجوبة راح يصير عندك كل شواي أسئلة وكل شواي أجوبة. بعد What do they make أو What do they produce؟ ماذا يصنعون؟ ماذا ينتجون؟ إحنا عرفنا أن الهند يصنعون الكارز، سيارات، باصز، الشاحنات، والكلوز، الملابس. زين وعمان شي يزرعون أو شي يصنعون عفوا؟ فقط الأويل. شنو الأويل؟ النفط. هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين مهم جدا، لكن بالامتحان ما يجيك على شكل جدول، يجيك على شكل أسئلة وأجوبة. أنت تحفظن على شكل جدول، لكن بالامتحان تجيك أسئلة وأجوبة تذكر الجدول وتجاوب عنه. يعني على سبيل المثال يقول لي What do they grow in عمان؟ ماذا يزرعون في عمان؟ أنت تذكر الجدول إن يزرعون fruit and vegetables، فتقول له fruit and vegetables. إذا قال لي What do they make in India أو What do they produce in India؟ ماذا يصنعون في الهند؟ تقول له cars، buses، clothes، سيارات وشاحنات وملابس. هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد. مثل ما وضحنا هذا التمرين مهم جدا متعلق بالقطعة. طبعا قلت لك القطعة بعد أدنى جزء ثاني عنها ناخذها إن شاء الله بالدرس القادم، متعلقة بفرنس وجابان، بالفرنسا واليابان. النقطة الثانية أو التمرين الثاني يقول لي use your notes from exercise A، استخدم معلوماتك من تمرين رقم واحد. write about two countries، واكتب معلومات عن البلدين. هنا بده يختبر حفظك او تذكرك للقطعه اللي استوك انت اخذتها. الاستاذ ايش راح يسوي؟ يقول لكم كلوز يور بوكس، اغلقوا الكتاب
and try to fill the gaps or try to make a composition about these two countries. حاول ان تسوي لي مقطع نصي عن هذين البلدين. فهو منطق بالبدايه تلميح. India is a big country. الهند بلد كبير and it has a huge population. وفيها تعداد سكاني كبير جدا. شنو بعد حفظت عنها؟ اقول له they grow, هم يزرعون. شو يزرعون؟ بالهند طبعا. اقول له تي الشاي, cotton القطن, وبعد and rice والرز. شوف هسه انا حفظت المعلومات, فانت كطالب لازم تحفظها مثلي وتحاول تملى هذا النص. ليش تريد يخليك تحفظه؟ لان مثل ما وضحنا انه هذه القطعه مطلوبه من عندك. وراها شنو يصنعون؟ اقول له they make, هم يصنعون cars سيارات, باصز الحافلات, and clothes والملابس الى اخره. شنو اللي يسووا السواح بالهند؟ يزورون المعابد او الحصن, يركبون الفيله الى اخره. قال لي زين مثل هذا المقطع النصي اللي بدك تسوي لي عليه من على عمان. اقول له عمان is not very big. عمان هي ليست بلد كبير جدا. And it has small population. وفيها تعداد سكاني صغير. They grow, هم يزرعون. شو يزرعون؟ Fruit and vegetables. الفواكه والخضروات إلى آخره. شكو شيء أتذكره من معلومات اللي حفظتها عن عمان أكتبه على شكل مقطع إنشائي. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي, لكن يفيدك أنك تحفظ المعلومات الخاصة بالبلدين اللي أخذناها اللي هن عمان والهند. الآن ننتقل للفقرة الثانية اللي نكمل بها باقي شفوة الكتاب. خليكم ويانا, نرجع نكمل وياكم تمرين رقم 3. يقول لي read and answer, اقرأ وأجب. هنا ايش منطيني؟ يقول لي read about عادل and نورة. منطيني كلام قال عادل وكلام قالت نورة من خلال كلامهم عن الشغلات اللي يحبوها اللي يحبون يسووها. انت تنصحهم نصيحة, تقولهم انت تروح لهذا البلد, انت تروح لهذا البلد, انت تحب الفيلة روح للهند, انت تحب التسوق روح لفلان بلد الى اخره. فعلى سبيل المثال عادل likes animals, عادل يحب الحيوانات, climbing mountains تسلق الجبال, not like looking at old buildings, ما يحب النظر الى البنايات القديمة, or shopping او التسوق. He would like to visit, هو يحب زيارة. اذا بما انه يحب تسلق الجبال يحب الحيوانات, اذا انصحه انه يروح للهند حسب الرأي مالته او حسب الشغلات اللي يحبها. قال لي زين نورة, نورة شتها؟ تحب التسوق, تحب البنايات القديمة, scared of wild animals, تكره او تخاف الحيوانات البرية, and she doesn't like high places, وما تحب الاماكن المرتفعة. اذا لمن تنصحها تروح؟ احنا ننصحها تروح الى عمان. اذا هذا مجرد نشاط صفي, يقول لك انقرا النص وحاول تعطيهم البلد اللي المفروض يزوروه غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. وراها شو يقول لي؟ يقول لي زين انت شو تحب؟ مثلا اقول له I like shopping, انا احب التسوق, and high places والاماكن المرتفعه. I don't like, انا ما احب على سبيل المثال animals, انا ما احب الحيوانات, or of old buildings, البنايات القديمة إلى آخره. من الشغلات ما أحبها. لذلك بعد ما أنا اعطيت الشغلات اللي أحبها, I would like, أني أرغب to visit, أرغب بأن أزور. أمضي اسم البلد على سبيل المثال جابان, أنا أحب أن أزور أو أود أو أرغب أن أزور اليابان, لأن بها الشغلات اللي أنا أحب أسويها اللي هي shopping والهاي places إلى آخره. هذا كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. الآن ننتقل لموضوع قواعدي مهم جدا 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 بالامتحان التحريري, اللي هو شنو؟ اللي هو comparative and superlative, المقارنة والمفاضلة. طبعا أنتم أخذيها سابقا بالسادس ابتدائي شنو المقارنة وشنو المفاضلة, لكن الآن نعيدها بتفاصيل أكثر وبمواضيع أو بطرق جديدة من الممكن تجينا بالامتحان تختلف عن الموضوع أو المقارنة المفاضلة اللي أخذناها بالسادس ابتدائي. هو منطيني بالبداية يقول لي big كبير, bigger أكبر, biggest الأكبر,
beautiful جميل more beautiful أكثر جمالا most beautiful الأكثر جمالا important more important most important مهم أكثر أهمية الأكثر أهمية إلى آخره. هنا راح نتعرف على المقارنة والمفاضلة أو موضوع المقارنة والمفاضلة بكل تفاصيله بالمنهج الأول متوسط بتفاصيل جديدة وبالصيغة اللي ممكن تجينا بيها بالامتحان. طبعاً أكو بعض الشغلات راح تشوفوها مكررة يعني صدق شرحنا إياها سابقاً ممكن تعبرها. لا هنا راح نشرح الأساسيات أول شيء ونرجع نكمل الشغلات اللي ضافوها بمنهج الأول متوسط وتختلف عن منهج السادس ابتدائي. فشوية إذا أنت عندك أساسيات قوية أو تعرف هذه المعلومات حاول تقدم الفيديو وتجتازها لحد ما توصل للشغلات الجديدة. بالبداية هي شنو المقارنة المفاضلة؟ المقارنة المفاضلة تستخدم المقارنة للمقارنة بين شخصين أو شيئين أو مجموعتين إلى آخره. يعني أني أرد أقارن بين طه وأحمد، طه أطول من أحمد، فش أقول؟ أقول طه ستولر دان أحمد، طه أطول من أحمد. مثلا أقارن بين شيئين، أقارن بين الهند وعمان، الهند أكبر من عمان، أقول إنديا is bigger than عمان، الهند أكبر من عمان. هذا شو نسميه؟ نسميه المقارنة. إذا المقارنة هو المقارنة بين شيئين أو شخصين أو مجموعتين. المقارنة هي مقارنة أو المقارنة بين شخصين أو شيئين أو مجموعتين. أقارن بيناتهم من ناحية شنو؟ أكيد طلاب أنا لما أقارن بين الإنديا وعمان أقارن من حيث الصفة، هاي صفتها كبيرة هاي صفتها صغيرة، هذه أكبر من هذه. إذا أنا اليوم تعاملي كله مع الصفات، شغلي كله راح يكون المقارنة بين شخصين أو شيئين أو مجموعتين من حيث الصفات. زين هذه المقارنة. والمفاضلة أستاذ شنو المفاضلة؟ المفاضلة هي مفاضلة أو تفضيل شخص على مجموعة أشخاص أو شيء على مجموعة أشياء. يعني أنا قبل شوية قلت لك طه أطول من أحمد، عندي اثنين أشخاص قارنت بيناتهم، لكن أريد أقول طه هو أطول شخص بالعائلة، فأقول طه is the tallest person. أو أضرب لك مثال ثاني، لنفترض أن الهند هو أكبر بلد، إيش أقول؟ أقول India is the biggest country. الهند هو أكبر بلد، فضلت الهند على كل البلدان اللي موجودة، ما قارنت بين الهند وبين بلد آخر، وإنما فضلت الهند على كل البلدان الأخرى. هو تفضيل شخص على مجموعة أشخاص، شيء على مجموعة أشياء وهكذا. إذا عرفنا مبدئيا شنو المقارنة وشنو المفاضلة. قلت لك المقارنة أنا أستخدمها أو أقارن بين شخصين أو شيئين أو مجموعتين من حيث الصفة. شنو الصفة؟ مثلا أنا عندي tall، شنو معنى tall؟ طويل. short، شنو معنى short؟ قصير. وهكذا big small إلى آخره. هذين صفات، صفات مجردة، طويل قصير كبير صغير إلى آخره، ذن صفات مجردة ما أقدر أستخدمهن بهذا الشكلهن بالمقارنة، لازم أحولهن إلى صفة مقارنة. هذه ركزوا وياي، هذه صفة، شنو من صفة؟ مجردة، لازم أحولها إلى شنو؟ إلى صفة مقارنة. شلون أحولها إلى صفة مقارنة؟ هنا يكمد الموضوع أو هنا هي الفكرة من الموضوع. شلون أحول الصفة إلى صفة مقارنة؟ تتحول الصفات إلى مقارنة، تتحول الصفات إلى مقارنة، إذا أريد أحول الصفة من صفة عادية إلى صفة مقارنة بإضافة شنو؟ ER إذا كانت الصفة شنو؟ من مقطع صوتي واحد. أوقف أستاذ، شنو يعني من مقطع صوتي واحد؟ إحنا راح نطلع عن الموضوع. باعولي طلاب، باعولي على الصفة، هاي الصفة اللي هي tall، وين حرف العلة؟ حرف العلة اللي هو حرف الحرف A. تعرفون حروف العلة اللي هي A
والآي والأو واليو والإي. جيد، شنو حرف العلة؟ حرف العلة الأي. كل حرف علة أو حرفي علة متتاليات أو ثلاث أحرف علة متتالية محصورات بين صحيحين شو اعتبرت؟ اعتبر مقطع صوتي واحد. ما فهمت استاذ شلون يعني؟ يعني هذا مو حرف علة حرف الأي؟ نعم، محصور بين الأل حرف صحيح والتي حرف صحيح. حرف علة محصور بين حرفين صحيحين شو اعتبره؟ اعتبره مقطع صوتي واحد. يعني وانا حرف العلة الأي محصور بين التي ولا كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد. عندي غير حرف علة؟ لا ما عندي. اذا هذه كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد. اذا كانت من مقطع صوتي واحد شو نضيف لها؟ نضيف لها ER. فش نقول تول؟ شو تصير؟ تصير تولا. لحد الآن بسيطة، أحسب المقاطع الصوتية للكلمة. إذا من مقطع صوتي واحد، شلون عرفت المقطع صوتي واحد مثل هذا المخطط؟ أضيف لها إياه. بعد مثال ثاني، شورت. شنو شورت؟ قصير. وأنا حرف العلة حرف الأو. حرف الأو حرف علة محصور بين صحيحين، علة محصور بين صحيحين شو يعتبر؟ يعتبر مقطع صوتي واحد. عندي غير حرف علة؟ لا ما عندي غيره. إذا هذا مقطع صوتي واحد. عند المقابلة إذا مقطع صوتي واحد شو نضيف له؟ نضيف له إيه. فش تصير؟ تصير short term. tall طويل، taller أطول. short قصير، shorter أقصر، وهكذا. مثال آخر، small. شنو معنى small؟ صغير. أجي وأنا حرف العلة، حرف العلة الأي محصور بين صحيحين الأم والأ. كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد. إلى مقطع صوتي واحد شو أضيف له؟ أضيف له إيه. تصير smaller. شنو smaller؟ smaller معناها أصغر. أصبحت صفة مقارنة، حولتها إلى صفة مقارنة. لحد الآن الموضوع بعد ما منتهي، بعدنا وين بالمقارنة؟ عندنا بعد المفاضلة. زين أستاذ، أنا حسبتها، حسبت الصفة من مقطع، لكن عندي مشكلة. شنو هي المشكلة؟ إنه انتهت بواي. أضرب لك مثال، عندي هذي أجي نحسبها كم مقطع؟ من يحسب لي إياها؟ شوفوا طلاب، الإي والأي، الإي والأي حرفي علة متتاليات محصورات بين صحيحين شو اعتبرهن؟ مو تقول لي اعتبرهن مقطعين. إذا حرفي علة متتاليات أو ثلاث أحرف علة متتالية، شنو يعني متتالية؟ يعني واحد بصف الله. الإي والأي حرفي علة واحد بصف الله محصورات بين صحيحين، هذا صحيح وهذا صحيح، شو اعتبره؟ اعتبره مقطع صوتي واحد. اذا ايش راح يصير؟ ايش اضيف له؟ اضيف له اي. انتبهوا يا شوف، هذه الهذي تقلب الواي، اذا انتهى واي تقلب الواي الى اي، يلا نضيف له اي تصير هبيه. هذه ما اخذيها سابقا بالسادس ابتدائي. اذا انتهت، اذا كانت من مقطع صوتي واحد وانتهت بواي تقلب الواي الى اي ونضيف اي. اضرب لك مثال ثاني، عندي هابي. شنو معنى هابي؟ سعيد. اجي احسبها، من يحسب لي اياها؟ كم مقطع؟ هذا حرف الاي حرف عله محصور بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد. ايش اضيف له؟ اضيف له اي ار. بالمقارنه طبعا بدنا نحكي، اضيف له اي ار، لكن انتبهت انه اكو واي تقلب الواي الى اي ونضيف له اي ار، تصير هابي ار. اسعد، سعيد، اسعد. زين لحد الان همنا سهله. شدي بعد. زين استاذ، اذا انتهى بي اصلا، يعني انا حسبت المقاطع الصوتيه وطلع منتهي بي، ايش اضيف له؟ فقط اضيف له آه. مثال عندي كلمه نايس، اجي احسبها كم مقطع؟ هذا حرف الاي حرف ال محصور بين صحيحين، هذا مقطع صوتي واحد. استاذ لقيت اي بالنهايه، هذه هم اعتبرها؟ اذا جاء حرف العله نهايه الكلمه يعني ما كان انا حرف صحيح، هذا ما اعتبره مقطع صوتي، اذا عندي فقط مقطع صوتي واحد. إذا انتهت بي، هذه بيحتاج بعد أضيف إي ثانية ثم آر؟ لا ما يحتاج، الإي موجودة، ما يحتاج أضيف إي آر، فقط إيش أضيف؟ أضيف آر. نايس لطيف، نايسر ألطف. بعد شنو الملاحظات؟ إحنا كل هذا بدنا نحكي إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد. بعد نكمل، إيش عندي؟ عندي إذا انتهت بصحيح قبل علة،
مثال عندي كلمة بيك، انتبه للطلاب، من يحسب لي اياها؟ هذا حرف الآي محصور بين صحيحين، شو اعتبر؟ مقطع صوتي واحد. إذا أحوله إلى مقارنة شو أضيف له؟ أضيف له إياه. شوف بيجر صحيح هذا كلام؟ لا أستاذ مو صحيح. ليش؟ لأن أستاذ إحنا ماخذين سابقا، إذا انتهت بصحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف إياه، فضاعفت الجي وضفت إياه. مثال آخر عندي هوت، شنو هوت؟ حار. كم مقطع؟ هذا الأو محصور بين صحيحين، مقطع صوتي واحد. إذا عند المقارنة إيش أضيف له؟ أضيف له إي آر. شوفوني صحيح؟ لا أستاذ خطأ. ليش؟ لأن انتهت بصحيح قبل علة. إذا صحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف إي آر. هذا كل ما يخص المقارنة إذا كانت من مقطع صوتي واحد. شوفوا ترى إحنا نحكي بعدنا وين؟ بنحكي إذا كانت من مقطع تتحول الصفات إلى مقارنة بإضافة شنو؟ بإضافة إيار. شنو؟ إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد. زين أستاذ أنا حسبتها وطلعت أكثر من مقطع، حسبتها وطلعت مقطعين ثلاث مقاطع، بهاي الحالة شو نسوي؟ تنتبه هنا، ركز وياي. إذا كانت الصفة أكثر من مقطع، بهاي الحالة شو نسوي؟ ما تضيف إياه، نضيف، ركز وياي، نضيف مور وين؟ قبل الصفة. ما افتهمش استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال عندي كلمة beautiful، شنو معنى beautiful؟ جميل. أول شيء شنو احنا؟ نرجع للخطوة الأولى، أول شيء لازم نحسب كم مقطع صوتي، من يحسب لي إياها؟ الإي والأي واليو. شوف هنا نرجع شوي للملاحظة، ثلاث أحرف علة متتالية، واحد اثنين ثلاثة، متتالية يعني شنو؟ واحد بصف الله، ثلاث أحرف علة متتالية محصورات بين صحيحين، شو اعتبره؟ مقطع صوتي واحد. بعد عندي غيره؟ نعم عندي حرف الآي محصور بين التي والأف، هذا مقطع صوتي واحد. بعد عندي اليو محصور بين الأف والأ، هذا مقطع صوتي واحد. إذا طلعت كم مقطع؟ ثلاث مقاطع صوتية، beautiful، ثلاث مقاطع صوتية. زين إذا ثلاث مقاطع صوتية أرد أسويها مقارنة شو أضيف لها؟ أضيف لها إيار؟ لا، إذا أكثر من مقطع أضيف لها more وين؟ قبل الصفة، فصير more beautiful، أكثر جمالا. beautiful جميل، more beautiful أكثر جمالا. بعد آخر مثال ثاني على سبيل المثال intelligent، intelligent كم مقطع؟ حسبوا لي تقدرون تحسبوها، الاي بين صحيحين، الاي بين صحيحين، الاي بين صحيحين، والاي كم مقطع؟ اربع مقاطع صوتيه. اريد اسوي صفه مقارنه، شو اضيف لها؟ اضيف لها مور قبل الصفه، مور انتليجنت، اكثر ذكاء، ذكي اكثر ذكاء. هسه احنا عرفنا شلون نحول الصفه الى صفه مقارنه، اما باضافه اي ار اذا من مقطع صوتي واحد، او باضافه اذا كانت اكثر من مقطع. هسه نرجع وين النوب؟ نرجع النوب لازم نعرف شلون نحول الصفه الى صفه مفاضله. طلاب نفس الكلام اللي شرحته هنا نشيله نخليه هنا، يعني اذا كانت من مقطع صوتي واحد هناك شو نضيف لها؟ نضيف لها اي ار، هنا شو نضيف لها؟ نضيف لها اي اس تي، تول طويل، تولست الاطول. شوف هنا تول طويل، تولر أطول، تولست الأطول، أكثر واحد طويل بالعائلة كمثال. شورت، شنو شورت؟ قصير. أرد أسويها صفة مفاضلة، كم مقطع؟ واحد، حرف علة محصور بها صحيحين، إذا مقطع صوتي واحد. عند المفاضلة، عند المفاضلة شو أضيف له؟ أضيف له إي إس تي إذا كان من مقطع صوتي واحد. فالشورت إيش راح أصير؟ شورتست، وهكذا. زين أستاذ، وإذا انتهى واي كذلك يقلب الواي إلى آي ونضيف EST، فهذه ثقيل، ايش راح تصير؟ مقطع صوتي واحد تقلب الواي الى اي، هذي يس، ونضيف EST. وكذلك هابي، مقطع صوتي واحد وانتهت بواي تقلب الواي الى اي ونضيف EST، نفس الفكره بس هناك نضيف ER
من نضيف اي اس تي. زين استاذ، واذا كانت انتهت بنفس الطريقه كمثال عندي نايس، عندي مقطع صوتي واحد وانتهت به، ما يحتاج اضيف اي اس تي، الاي موجوده فقط. ايش اضيف؟ اضيف فقط اس تي، اقول نايس هذه موجوده فقط اضيف اس تي. زين استاذ، واذا انتهت بصحيح قبل عله؟ نفس الطريقه، هوت صحيح قبل عله، نضاعف الحرف الاخير ونضيف اي اس تي. بيك صحيح قبل عله، نضاعف الحرف الاخير، هذا حرف الاخير اضاعفه واضيف اي اس تي، وهكذا. يعني نفس الملاحظات اللي اخذناها، بس هناك نضيف اي ار نضيف اي اس تي اذا كانت من مقطع صوتي واحد. زين استاذ، همينا اذا كانت اكثر من مقطع بنفس الطريقه. اذا كانت اكثر من مقطع شو تسوي؟ هناك اضفنا مور، هنا شو نضيف؟ نضيف موست وين؟ قبل الصفه. يعني على سبيل المثال beautiful، جميل، شو راح اصير؟ اكثر من مقطع، هالمره اريد احولها الى صفه مفاضله، انتبه مو صفه مقارنه. شو اقول؟ اقول most beautiful، الاكثر جمالا، وهكذا. هسه الان هذا اللي كل الملاحظات احنا ماخذيها سابقا، ماخذيها بسادس ابتدائي. اكو بعد فقره اخرى اللي هي شنية، اللي هي الصفات الشاذه. اني اضيف اي ار مور عند المقارنه، اي اس تي وموست عند المفاضله، هذه القاعده العامه. لكن بعض الاحيان بعض الصفات شاذه ما تقبل لا اي ار لا المور لا اي اس تي لا الموست. شنو هن ذن الصفات؟ احفظهن ذن الحفظ. مثل ما حفظت الافعال الشاذه لازم تحفظ الصفات الشاذه. اولا عندي جود، شنو جود؟ جيد. ما اقول جود بالمقارنه، ايش اقول؟ اقول بيتر وبست بالمفاضله. جود جيد، بيتر افضل، بست الافضل. طبعا هذه مقارنه وهذه مفاضله. زين، عندي بعد، عندي باد سيء، شنو المقارنه مالتها؟ وورس. شنو المفاضله مالتها؟ وورست، سيء، اسوء، الاسوء. بعد عندي فار، شنو فار؟ بعيد، فارذر ابعد بالمقارنه، وفارذست ابعد بالمفاضله. بعد شنو عندي؟ عندي ليتل، ليتل معناها قليل، لس اقل، ليست الاقل، وماتش او ماني. الماتش والماني نفس الصفه، بس وحده للمعدود وحده غير معدود. ماتش كثير، اقول مور اكثر، موست الاكثر، وهكذا. لان الصفات لازم تحفظوهم. زين استاذ، مثل ما طلبت من عندي، عرفت شلون اسوي صفه مقارنه اما باضافه اي ار او مور، مقطع صوتي واحد او مقطعين، وعرفت شلون اسوي مفاضله اما باضافه اي اس تي او موست، مقطع صوتي واحد اي اس تي، اكثر من مقطع موست، وحفظت الافعال الشاذه، شلون تجيني بالامتحان وشلون اقدر اجاوب عنها؟ طلاب، بالبدايه من الممكن ان تجيك بالسؤال الاملاء بالطريقه التقليديه اللي احنا حافظيها اكثر من مره. ايش قال لي؟ قال لي بيك صارت بيجر، سوى لي اياها ضاف لها اي ار. طلاب انتبهوا، ركزوا كلش على المثال. اذا ضاف لي اي ار او ضاف لي مور، شنو معناها؟ معناها مقارنه. اذا ضاف لي اي اس تي او ضاف لي موست، شنو معناها؟ معناها مفاضله. انت لازم تفهم المثال يلا تحل. هو هنا ضاف لي، ضاف لي اي ار، يعني شو يريد من عندي؟ يعني يريد من عندي المقارنه. قال لي زين بيوتيفول، تقدر تسوي لي اياها صفه مقارنه؟ سهله، لازم اول خطوه شو تسوي؟ تحسب المقاطع الصوتيه. الاي والاي واليو ثلاث احرف عله متتاليه محصورات بين صحيحين تعتبر مقطع صوتي واحد. الاي حرف عله محصور بين صحيحين تعتبر مقطع صوتي واحد. اليو عله بين صحيحين تعتبر مقطع صوتي واحد. كم مقطع؟ ثلاث مقاطع صوتيه. اذا ثلاث مقاطع صوتيه وارد اسويها مقارنه، ايش اضيف لها؟ اضيف لها مور بيوتيفول، تكتبها كامله باملاء صحيح، لان هذا السؤال املاء. مور بيوتيفول اكثر جمالا، جيد. ضرب لي مثال ثاني هالمره، ايش قال لي؟ على سبيل المثال قال لي سمول، صارت سمولست. انتبه لي طلاب، ايش سوالي؟ ضاف لي اي اس تي،
الـ EST دليل شنو؟ دليل مفاضلة. يعني إذا يقول لي المثال اللي راح أعطيك إياه أو الكلمة اللي راح أعطيك إياها لازم أسوي لي إياها شنو؟ أسوي لي إياها مفاضلة. فعلى سبيل المثال قال لي good، شنو good؟ جيد، سوي لي إياها مفاضلة. أغلب الطلاب يوقعون هنا، ليش؟ لأن ما يحفظ أو يستعجل الإجابة. يقول good مقطع صوتي واحد، إذا مقطع صوتي واحد أضيف لها EST. أقول لك كلامك صحيح، بس هذه صفة شاذة، دير بالك ما تضيف لها EST إذا صفة شاذة، بس سويها إما better أو best. better بالمقارنة، best بالمفاضلة. هو شو منطيني؟ منطيني EST المفاضلة. إذن إيش أقول له؟ أقول له best. انتبهوا للشواذ، لأن أغلب الأساتذة يركزون على الشواذ، حتى بالثالث متوسط بالامتحان الوزاري دائما يركزون على الكلمات الشاذة لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. هسه هذه صيغة الإملاء، انتبهي. عندي بعد صيغة ثانية بالقواعد. بالقواعد عندي ملاحظة بسيطة، شو تقول؟ تقول إذا لقيت دان بعد الصفة بعد الفراغ شو تخلي؟ أو شو تختار؟ تختار صفة المقارنة. وإذا لقيت ذا قبل الفراغ تختار صفة المفاضلة. خلنا نجي كمثال. إيش قال لي؟ قال لي فرانس إز فراغ دان بريتن. فرنسا فراغ من بريطانيا. شوف هنا ايش قلنا؟ قلنا ده يقارن بين فرنسا وبريطانيا. بمجرد انه انا لقيت اسميا اللي هن فرنسا وبريطانيا عرفت تلقائيا انه هو ده يقارن، ده يقارن بين فرنسا وبريطانيا. ما ده يسوي مفاضله، المفاضله اللي يفضل شخص على مجموعه اشخاص او شيء على مجموعه اشياء. هنا ايش ده يقول لي؟ ده يقول لي انا ده اقارن لك بين فرنسا وبريطانيا. ايش قال لي؟ قال لي سمول هذه صفة مجردة، smaller er يعني شنو؟ يعني مقارنة. شلون عرفت مقارنة؟ قبل شوي ايش قلت لك؟ قلت لك ال er دليل شنو؟ دليل مقارنة. وال est دليل شنو؟ دليل مفاضلة. شوفوا ال est دليل شنو؟ دليل مفاضلة. استاذ طه ايش قال؟ قال اذا لقيت دان بعد الفراغ شو تخلي؟ تخلي صفة المقارنة. شنو صفة المقارنة؟ ام ال er. فش اكتب؟ اكتب سمولر. صارت الجملة، قال فرانس از سمولر دان بريتن، فرنسا اصغر من بريطانيا. مثال اخر، علي از ذا فراغ ستودنت از ان هيز جروب. علي فراغ طالب في مجموعته. شوف هنا أنا ما قال لي علي واحمد او علي ومحمد، ما قارن، قال لي علي هو فراغ في مجموعته، ده يفضل علي على مجموعته. اذا سمارت ذكي هذه صفة مجردة، smarter أذكى هذه صفة مقارنة. شو عرفتها مقارنة؟ بها إياه. smartest الأذكى هذه صفة مفاضلة. شو عرفتها مفاضلة؟ بها EST. إيش قال استاذ طه؟ قال لذلك ذا قبل الفراغ إيش تختار؟ تختار صفة المفاضلة اللي هي شنية؟ اللي هي smartest. فأقول علي is the smartest student in his group. علي هو أذكى طالب في مجموعته، فضلت علي على مجموعته كلها، على مجموعة الأشخاص أو الطلاب اللي وياه. هذا كل ما يخص موضوع المقارنة والمفاضلة. هاي الملاحظات طلاب جدا 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 مهمة، تجيك بسؤال الإملاء، تجيك بسؤال القواعد، تجيك بسؤال الاختيارات. كل هذني الملاحظات حاول تسجلوها بالدفتر وتحفظوها، لأن مهمات جدا بالامتحان التحريري. الآن ننتقل إلى تمرين رقم 5. يقول لي read and complete the sentences، اقرأ واكمل الجمل التالية. فشي يقول؟ يقول the فراغ interesting building in Iraq is the فراغ. اول شيء البناية فراغ إثارة في العراق هي فراغ. احنا اتفقنا انه اذا لقينا the قبل الفراغ لازم هنا تكون صفة مفاضلة. جيد، لحد الان بسيطة ان النانا بهذا الفراغ لازم نخلي صفة مفاضلة. لكن هنا أنا لقيت صفة، بس صفة من أكثر من مقطع. إذا أكثر من مقطع بالمفاضلة شو تصير؟ أو شو أخلي قبلها؟ أخلي most. فش صارت الجملة؟ The most interesting building in Iraq، البناية الأكثر إثارة في العراق أو الأكثر جمالا في العراق هي فراغ. يا بناية، بناية الميوزيوم، ميوزيوم معناها متحف. مثال آخر أو النقطة الثانية، the فراغ important، نفس الفكرة، the most important industry، الصناعة الأكثر أهمية in Iraq هي العراق، is the
oil industry. هي صناعة النفط. إحنا نعرف أن العراق أهم الصناعات عنده هي صناعة النفط. At home, في البيت, I am in a foreign helpful than. أوقف. إيش لقيت؟ لقيت than. قلنا إذا لقينا than بعد الفراغ فلقبلها لازم صفة مقارنة. هذه الصفة helpful كم مقطع؟ أكثر من مقطع. فبالتالي أقول more helpful than my على سبيل المثال brother. صارت الجملة في البيت أنا أكثر مساعدة من أخي. دا أقارن بين آني وبين أخويا. مقارنة بين شخصين. climbing mountain is فراغ dangerous than. ركزوا يا إيش لقيت than صفة أكثر من مقطع. إذن أقول more dangerous than. تسلق الجبال هي أكثر خطورة من أي رياضة ثانية أو أي هواية ثانية. على سبيل المثال swimming أكثر خطورة من السباحة وهكذا. The فراغ beautiful. لقيت the ولقيت beautiful أكثر من مقطع. إذا نقول the most beautiful parks أكثر الحدائق جمالا in Iraq في العراق are in فراغ. موجودة في بغداد in بغداد إلى آخره. هسه خل أوضح شغله. هذا التمرين مهم لكن ما يجيك بهاي الطريقة. لا أستاذ شلون يجيك؟ يجيك مثل ما أخذنا بالصيغ اللي قبل شوية وضحناها. على سبيل المثال شو يقول لي؟ يقول لي I am فراغ than my brother. على سبيل المثال هيجي جاب لي هذا الامتحان. إيش قال لي؟ قال لي helpful. helpful معناها محب للمساعدة. لو more helpful محب للمساعدة أكثر. أحب المساعدة أكثر. لو most helpful الأكثر مساعدة والشخص الأكثر واحد يحب مساعدة في البيت. أجي إيش لقيت ورا الفراغ حسب الملاحظات اللي أخذناها قبل شوية؟ لقيت ذان. إذا لقيت ذان فالصفة اللي قبل الفراغ لازم تكون صفة مقارنة. هذه مقارنة؟ لا هذه صفة مجردة. هذه مقارنة؟ نعم هذه صفة مقارنة. إذن هذا صحيح. هذه مقارنة؟ لا هذه مفاضلة. شلون عرفت؟ لقيت most. شلون عرفتها مقارنة؟ لقيت more. فأختار صفة المقارنة. فهذا التمرين يجيك واحدة من الجمل اللي بيه لكن بهذه الصيغة. ما يجيبك إياها كلمة أنت تخليها من عندك لأن هيك راح يكون صعب جدا على الطلاب. فسجلوا عليه مهم جدا وحاولوا تكتبون هاي الصيغة على متعرف شلون يجيك بالامتحان وشلون تقدر تجاوب عنها. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. أخذنا به موضوع المقارنة المفاضلة، شلون نحول الصفة إلى مقارنة، شلون نحول الصفة إلى مفاضلة، صفات الشاذة. كذلك طرقنا لقطعة جدا مهمة اللي هي قطعة عمان و الهند، وقلنا انه هذا الجزء الاول. الجزء الثاني ان شاء الله ناخذه بالدرس القادم اللي يحمل بلدين اخرى اللي هي جابان وفرنسا. فحاولوا تسجلوا هاي الملاحظات في الدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا 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 بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.